مبادرة هايلة، رياضة وأسلوب حياة. المتحمس الأول لها هو وزير الشباب والرياضة المصري دكتور أشرف صبحي. تلت ساعة دخل 2.5 مليون شخص على بوابة وزارة الشباب والرياضة. تقولوا إيه؟ الموضوع في واسطة ولا لأ؟ اللي يعمل كذا في ليه جايزة عاجبة. أكيد. إحنا مستعدين نستضيفكم على لا. عملت برنت سكرين بسرعة من على اللابتوب. قبل ما يرجعوا في كلامهم. قبل أي حاجة ما أنا ما أعرفش. 30 يوم تحدي بالرياضة. قرار نهائي إنه العجلة هتبقى هي وسيلتي في الجامعة. قولي الكلام ده تاني عشان عايز أسمعه. الوزير انبسط. أسئلة كتيرة جدا مش عن العجلة. أنا عايز أعمل سبق شوية عندك. أرجوك ترقبوا، موضوع مهم جدا وكبير. الحكومة بتلعب كورة. كان داخل بيجيب جون وجاب جون، هدف نظيف. أنا وقفت في الجنب وقلت له يا فندم هات جون. أيوة طبعا تقول كده من الصبح. ما أنا اللي خفت، رئيس الوزراء قدامي وأنا المدافع. أول المفاجأة. أنا مليش دعوة، الموضوع معاك. جرب معانا روح رياضية. أجرب واستعين بصديق. طب تفتكري علي الكسار لما عمل أول فيلم ولعب فيه ملاكمة اسمه إيه؟ سلفني 3 جنيه. سلفني 3 جنيه. انت كسبت. انا مذكره فيلم غريب في بيتي، نور الشريف كان بيلعب في نادي ايه؟ الزمالك. وكان اسمه شحاته ابو كف. شحاته ابو كف، والاجابه صحيحه. كاس العالم لكره اليد تحدي كبير جدا، هتحضر القرعه مع حفله يكون مفاجاه.